أهلا بكم من جديد. في المواجهة دي هنناقش الدور المهم والحيوي اللي بتقوم به رائدات الريفيات لتوعية المواطنين خصوصا في القرى والنجوع بخطورة بعض القضايا المجتمعية، زي مثلا الزيادة السكانية، الزواج المبكر، تصحيح المفاهيم حول العادات والتقاليد الخاطئة، زي المبالغة بقى في جهاز العروسة وغيرها من القضايا الهامة. اسمحوا لي أرحب بضيفتي عبر الأقمار الصناعية الأستاذة نانسي أسعد، مدير إدارة المشروعات بالإدارة العامة للمرأة في وزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة نانسي أهلا وسهلا بك في المواجهة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك. خلينا نبدأ من التوجيهات الرئاسية بالتوسع في تدريب وتأهيل الرائدات الريفيات، يعني شايفة ده إزاي وإلى أي مدى ساهم في توفير كل سبل الدعم ليكم مع زيادة العدد؟ هو الحقيقة إحنا الفترة الأخيرة ديت وطبقا للتوجيهات بتاعت الرئاسة ان احنا نستهدف الرائدات الريفيات. اولا الرائدات الريفيات دول احب اقول بس يعني فكره بسيطه في الاول عنهم، احنا ازاي استهدفناهم او ازاي بقى في مسمى الرائدات الريفيات. الرائدات الريفيات دول هم ابناء البلد او القريه اللي هم متواجدين فيها، هي تقدر ان هي تدخل اي بيت في محيط المكان اللي هي عايشه فيه. فاحنا لما كنا بنحب ان احنا نوصل لاي حد من لتقديم مساعدات كفكر قروي وفي النجوع والقرى الفقيره، ما كانش ينفع ان هم الناس تقدر تفتح بيوتها لاي حد، فكان الاستهداف من هنا للرائدات الريفيات استهدفناهم وبدانا ان احنا من خلالهم نقدر نقول ايه الخدمات اللي احنا عايزينها وعايزين نوصلها للناس. طبعا خلال الفتره الاخيره ديت احنا توجهنا ليهم بعده تدريبات على نطاق واسع جدا. من خلال وزارة التضامن الاجتماعي احنا كان عندنا برنامج او مبادرة اسمها وعي. وعي دي هي بتشمل 12 رسالة، الرسائل بتاعتها كانت هي عبارة عن الزواج المبكر، ايه الاخطار بتاعته، عمالة الاطفال، التربية الاسرية الايجابية اللي احنا نوجهها للمستفيدات، ازاي ان احنا نقول للاسرة اهتمي بأبنائك، ان الحماية للأبناء شيء مهم جدا وازاي تقدري تتعاملي معاهم. فمن هنا بدأنا ان احنا نحط عدة تدريبات للرائدات الريفيات. اختيارهم بيكون ازاي؟ يعني على اي اسس ومن امتى بدأ تنفيذ المنظومة يا استاذة نانسي؟ هو الحقيقة احنا من يعني نقدر نقول من بعد حرب 73 واحنا كان عندنا الرائدات الريفيات، ولكن مع التطور ومع الوقت هو كانوا بيخضعوا لثلاث تدريبات أساسية. هو أولا أنا أحب بس أوضح في البداية أن عمل الرائدة الاجتماعية أو الرائدة الريفية هو عمل تطوعي بتتقاضى عليه مكافأة بدل ملبس، ده لأن هي ما بتخرجش بره نطاق القرية بتاعتها. بيتم الاختيار ازاي بقى الفترة الأخيرة وان احنا بدأنا نهتم بيهم جدا وان هم يعتبروا السواعد والآليات بتاعتنا اللي نقدر نوصل بيها للناس. احنا بنعمل لهم مجموعة تدريبات عالية جدا، بنستهدفهم، بنقوم بتدريبهم لبعض البرامج وبعض الموضوعات او القضايا المجتمعية اللي مطروحة في الوقت الحالي، زي مثلا تنظيم الأسرة، زي ختان الإناث، العنف ضد المرأة. فبنستهدف الرائدات وبنقوم لهم بنحط برنامج تدريبي بندربهم عليه، وهم بيقدروا ياخدوا دوت ان هم ينزلوا للأسر، لان من اساس عملهم ان هم بيبقى عندهم زيارات منزلية، بتنزل بتقعد مع الأسرة تتكلم معاها، لان هي سهل عليها ان هي تدخل البيت، يعني لان هي تعتبر من اهل القرية ومعروفة طبعاً جدا بالنسبة لهم، فبتدخل وتتعامل معاهم وبتوصل لهم الرؤية بتاعتنا. يعني احنا الرائدات الريفيات او الرائدات الاجتماعيات هي احدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لتوصيل الرسائل اللي احنا عايزين نوصلها للأهالي في القرى والنجوع، بتتم عن طريق الرائدة الاجتماعية. طيب ده فيما يخص التدريب بقى، بتتم اختيارها ازاي بالظبط؟ السؤال هو ايه الشروط كمان؟ يعني ما قبل التدريب اكيد في معايير شروط معينه فيهم بتدوروا عليها قبل ما تختاروا؟ اكيد طبعا هو في معايير، اكيد اهم حاجه ان هي تكون لبقه حسنه المظهر، تكون عندها ثقافه،
يكون التواصل بتاعها مع الناس كويس. بيتم ازاي ده بقى؟ بيتم عن طريق لجنة، اللجنة دي بتكون عن من خلال عضو من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو بيكون من الإدارة العامة لشؤون المرأة، بيكون عضو من إدارة المرأة في مديرية التضامن الاجتماعي في أي محافظة من المحافظات، مدير المديرية، حد من إدارة التدريب، حد من المجلس القومي للسكان. هي بتبقى عبارة عن أعضاء لجنة بتشكل، وبتعقد اللجنة اسمها لجنة اختيار الرائدات. بيتم اختيارهم، بيكون طبعا بيحصل عن طريق الإدارة الاجتماعية ان احنا محتاجين رائدات اجتماعيات، فبيروحوا يقدموا وبيتحدد لهم يوم للاختبار دوت، بيبدأوا ان هم يتعاملوا معاهم، وان هي اهم حاجة ان هي تكون طبعا حاصلة على شهادة متوسطة او فوق المتوسط، وبتكون الاولوية طبعا لو توفرت كل الشروط للمؤهل العالي. بنبدأ ان احنا بيطرح عليها مجموعة من الاسئلة بيبقى متفق عليها، هي اسئلة بسيطة جدا عشان نشوف ردود افعالها، مدى الثقافة بتاعتها، ملمة بقد ايه من الحاجات اللي احنا عايزينها في القضايا المجتمعية. وبتعمل لها بعد كده زي عملية فلترة، وبيقع الاختيار طبقا للأعداد والوحدات اللي بيكون فيها عجز للناس اللي احنا محتاجينها ونستهدف فيها، خاصة في قرى حياة كريمة والقرى اللي فيها أكثر عددا لمستفيدات تكافل وكرامة. هل بيختلف التأهيل والإعداد والتدريب للرائدة الريفية من محافظة للتانية؟ يعني ممكن تكون هذه المحافظة محتاجة تدريب من نوع تحتاجه ما تحتاجوش محافظة تانية؟ هو الحقيقة طبعا يعني هي التدريب اللي بيتم للرائدات في الأول خالص كحاجة تأسيسية، هو إحنا كده حتى اللائحة اللي بتنظم عمل الرائدات عندنا فيها ثلاث أنواع من التدريبات، تدريب تأسيسي وتدريب تنشيطي وتدريبات متقدمة. طبعا التدريب التأسيسي ده بيشمل كل الرائدات. أكيد. إيه هو دورك؟ إن إحنا بنعرفها للكل، لازم طبعا تبقى عارفة إيه هي دورها، يعني إيه رائدة، علشان حتى وهي بتنزل، لأن بيبقى مثلا رئيس الوحدة هو الرئيس المباشر بالنسبة لها، إن هي بتقعد بتجتمع معاه كل أسبوع مرة في أول كل شهر في الأسبوع الأولاني من كل شهر، عشان يقولها خطة العمل بتاعتها اللي هي هتمشي عليها الشهر كله. فبيبقى في حاجات أساسية إن إحنا بنعرفها، إن أنت مثلا بتنزلي تعملي زيارات منزلية، بتعرفي الناس بيكي، أنت بتبقي محيطة بيهم، لو في عندها مشكلة معينة بتحاولي تحلها لها، لو صدفت مثلا مشكلة عند اكتر من اسرة نعمل زي قاعدة ونجتمع بيهم ونبدأ ان احنا نعرفها ايه الدور اللي هي هتبقى قايمة بيه. فدي التأسيسية، دي اول حاجة لازم احنا بنعرفها للرائدة، ايه الدور اللي هي قايمة بيه. ده على مستوى كل المحافظات، احنا الرائدات بتوعنا متواجدين على مستوى 27 محافظة. كويس. فإحنا بنعرفها الحاجات الأساسية. الحاجة التنشيطية بقى أو اللي بيندرج تحت كلمة تدريب تنشيطي، ببدأ أشوف أنا إيه الاحتياج، إيه المشاكل الموجودة عندي في كل محافظة، وأبدأ إن أنا أستهدف عدد معين من الرائدات وأديهم الدورة دي. المتقدمة، وده اللي إحنا شغالين عليه الفترة الحالية، واشتغلنا في حوالي 11 أو 12 محافظة، اشتغلنا فيهم على أساليب التربية الأسرية، وبنستهدف فيها مستفيدات تكافل وكرامة من اللي عندها أطفال من سن 0 ل 18، وكل مرحلة بيكون لها حاجة معينة بندرب عليها الرائدة، وبنقول لها إزاي تبدأي تتعاملي مع الأم دي. بمعنى إيه؟ إحنا شايفين إن ده حاجة مش هتختلف على مستوى المحافظات كلها، كل المحافظات نفس الأهداف ونفس الحاجة، لأن إحنا استهدفنا الأسر اللي عندها أبناء، إن أنا أوعيها أنت الطفلة عندك من سن 0 ل 6 سنين محتاج إيه. فدي قيم بغرسها فيهم وبحددها وبعرفها لهم. طب أنا بعد كده اتنقلت من مرحلة من 6 سنين ل 12 سنة اللي هي مرحلة الابتدائي، إيه الطفل محتاج إيه وأتعامل معاه إزاي وإزاي أبني شخصيته. بعد كده بتنقل بيها من مرحلة تانية، الطفل من سن 12 سنة ل 18 سنة،
طيب انا 18 سنه دي فتره مراهقه وفتره صعبه جدا، فما بدانا ننزل ودربنا الرائدات انتوا ازاي تتعاملوا مع مستفيدات تكافل وكرامه، او الاسر مش يعني انا الاساس عندي مستفيدات تكافل وكرامه واسر اخرى برضو بستهدفها، ونزلت على قرى حياه كريمه ان انا برضو استهدفها. فلما بدانا نعمل الحاجات دهيت، ودي كانت على مستوى 12 او 13 محافظه، وما زلنا بنتوسع في التدريبات ديت، نزلنا بعد كده عشان نقول للناس انتوا ايه اللي استفدتوه. لقينا في طفره يعني مش عايزه اقول لك هي قد ايه، كبيره جدا. وكان بيترد علينا من بعد اولياء الامور، احنا كنا فين من زمان من الوعي ده؟ احنا ليه ما اخدناش ده؟ كان اكيد هيفرق مع اولادنا، كان اكيد طب هل الدنيا هتختلف معانا. هل بيتم تقييم الرائدة بعد انتهائها من التدريب لقياس مدى استيعابها؟ هل بيتم ايضا يعني زي تقييم ليها كل فترة استاذة نانسي؟ احنا في اي تدريب بنستهدف فيه الرائدة في حاجة بتبقى اسمها اختبار قبلي واختبار بعدي. قبل ما ابدأ معها التدريب اول حاجة الف به كده بوزع عليهم الاختبار القبلي دوت، هي بتقرأ مجموعة الاسئلة اللي بتكون خاصة بالمادة التدريبية اللي انا هديها لها او المادة العلمية اللي انا هدربها عليها، وبخليها تجاوب على الاسئلة دي وبجمعها، وبرجع بعد ما بخلص الاربع ايام اللي انا استهدفتهم للتدريب من مناقشات ومن أسئلة ممكن تخطر على بالها، ومن حاجات هي ممكن تكون قريتها وما عرفتش إن هي تجاوبها، وإن هي تستفسر عن كل الحاجات ديت، وإن إحنا نقول لها إيه هي الطرق والأساليب السليمة في أي تساؤل ممكن نكون إحنا حاطينه. طبعا لأن الاختبار القبلي والبعدي دوت بيكون متماشي للمادة العلمية اللي إحنا عايزين نوصلها لها، أو للرؤى اللي إحنا عايزينها تاخدها في صورة رسائل هتوصل بيها للمجتمع اللي هي عايشة فيه. بعد ما بخلص التدريب بديها الاختبار مرة تانية وبقيس بقى، وهنا بقدر أحدد هي أما جاوبت على الأسئلة دي قبل ما تاخد التدريب كان إيه التقييم، وبعد ما أخدت التدريب كان إيه التقييم. الحقيقة بنلاقي كتير جدا عندنا رائدات كتير جدا متميزات، يعني لما بنفرغ الاختبارات دي بنلاقي إن هي عندها حاجات بسيطة هي مش عارفاها، او يعني ما قدرتش ان هي ترد عليها الرد الطبيعي او السليم. بعد ما بتاخد التدريب الحقيقه كلهم بيوصلوا فعلا لمرحله متقدمه جدا جدا جدا، واحنا بنكون كلنا ثقه وامنين عليهم ان هم فعلا هيوصلوا الرسائل بتاعتنا بصوره سليمه. ممتاز. عدد الرائدات الريفيات قد ايه، وازاي بيتم توزيعهم على المحافظات؟ قلت لي كل المحافظات فيها، ولكن العدد بقى بيتوزع ازاي؟ العدد طبعا متفاوت، هو العدد متفاوت، وهو يعني بالنسبة للعدد اللي موجود عندنا دلوقتي هو يعتبر عدد بسيط، ولكن يعني مثلا عندنا في القاهرة حوالي 85 رائدة، الجيزة 90، القليوبية مثلا 120، بيختلف. في محافظات عندنا فيها 20 رائدة، في محافظات أخرى فيها 30 رائدة، في محافظات فيها 180 رائدة، هي بتتفاوت. فإحنا دلوقتي بصدد إن إحنا بنزود في عدد الرائدات، أو بنستكمل أعداد، أو بنشوف إيه القرى والأماكن اللي فعلا فيها عجز ومحتاجة للرائدات، فإحنا بصدد إن إحنا بنستكمل وبنوزع. ولو عندي مثلا وحدة أو في محافظة، يعني مثلا عندي بعض المحافظات فيها 130 رائدة، ممكن نلاقي بعض الإدارات الاجتماعية فيها أكتر من رائدة، وإدارات اجتماعية أخرى ما فيهاش. لو انا عندي الرائدات يعني لما بتوصل في لغايه سن 60 سنه هي اوكي متواجده معايا، وفي بعض ناس هو بيقول لك احنا حابين ندي، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان الرائده عملها تطوعي، هي اللي تطوعت ان هي تقدم الخدمه دي لاهل القريه بتاعتها. فلما بتوصل لسن 65 سنه، ودي كانت توجيهات معالي الوزيره دكتور نيفين القباش ان هي توصل ل 65 سنه علشان تقدر تستفيد بعد كده من معاش تكافل وكرامه. لما بنخلص بنشوف ايه الاماكن او الادارات اللي احنا بنحتاج فيها رائده وبنستكمل فيها الاعداد، ان احنا بنعمل عباره عن بنعلن وبنقول ان احنا محتاجين رائده، بيتطوع ناس بتخش لجنه اختبار الرائدات زي ما قلنا تشكيلها ايه وايه المعايير اللي احنا حاطينها.
بنبدأ نحطهم فيها علشان يقدروا يوصلوا الرسائل بتاعتنا طبقا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا هنستكمل وهنغطي اكتر عدد ممكن من الرائدات الاجتماعيات والريفيات، ان احنا عايزين في كل قرية وفي كل نجع عندنا يكون في رائدة، لان هي اللي هتقدر توصل اي رسالة احنا عايزينها من القضايا المطروحة على المجتمع، ان احنا نقول ايه المشكلة اللي عندنا، بنعاني منها ليه، اسبابها ايه، الطرق اللي احنا ممكن نحلها بيها. هي من خلال الحاجات اللي احنا بنوصلها هي هتقدر توصلها للناس اللي في البيئة اللي هي عايشة فيها. ممتاز. انا هستأذنك استاذة نانسي ان احنا نروح نشوف التفاصيل، تفاصيل البرنامج التدريبي للرائدات الريفيات مع الدكتورة امال زكي مستشار برنامج وعي في وزارة التضامن الاجتماعي. هنروح نشوف ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذة نانسي اسعد بعد ما نتابع. احنا بنعمل لهم التدريب على موضوعات وعي للتنمية المجتمعية، ويمكن من اهم الموضوعات اللي احنا او القضايا اللي احنا بنتكلم فيها اتنين كفاية. الكفاية دي طبعا علشان تنظيم الأسرة، وعلشان اللي بيتقسم على اتنين ما ينفعش يتقسم على خمسة، فبنديهم الرسائل اللي هي تقدر توعي الأسر بيها. هي كل رائدة مسؤولة عن 200 أسرة، بتشوف ايه مشاكلهم، وبناء على السلوكيات اللي هي بتعملها هي بتبتدي توعيها، بتقول لها على الأماكن تقديم الخدمة، لو هي في نفس البلد عيادة اتنين كفاية بتحولها للخدمة، أو لو ما فيش قريب منها بتحولها للوحدة الصحية اللي تبع لوزارة الصحة. هي طبعا مهم جدا من أهم الرسائل إنها تحافظ على صحتها علشان تقدر تربي أولادها، وطبعا أهم حاجة صحة أولادها وتعليمهم والعائد اللي هيعود عليها من تنظيم الأسرة أو من تحديد عدد الأطفال اللي هي تقدر تراعيهم وتقدر تربيهم تربية سليمة وتقدر تعلمهم علشان يبقوا فعلا نشأ نافع لبلدهم. مرة تانية هنرجع للأستاذة نانسي أسعد. أستاذة نانسي، عايز أعرف منك دور الرائدات الريفيات في توعية المواطنين من أهلنا في الريف بالقضايا المجتمعية المهمة وفي مقدمتها الزيادة السكانية، بيقوموا بالدور ده إزاي؟ هو الحقيقة إحنا عندنا مبادرة في الوزارة اسمها اتنين كفاية، والمبادرة دي بتستهدف أساساً إن هي تنزل للأسر وتعرفها ان اللي هيتقسم على اتنين غير اللي هيتقسم على اربعة وخمسة، ان صحتك وان انت تقدري تربي اتنين وتصرفي عليهم هيكون افضل من ان انت تصرفي على اربع اطفال او خمس اطفال. لو هي مش عارفة ازاي تعمل ده، هي الرائدة بتبدأ توجهها للصحة او لمركز تنظيم الأسرة، وبتقدم لها الخدمة كمان بالمجان، لأن هي ممكن بتكون متخوفة ومش فاهمة، وكانوا دايما هم عندهم معتقدات زمان إن إحنا لما هنخلف كتير هننزلهم الغيط يشتغلوا ويجيبوا فلوس، وما كانش عندهم اهتمام أساسا بالتعليم. فإحنا من خلال الرسائل اللي إحنا بنعرفها لهم أو بنحاول إن إحنا نوصلها لهم، إن صحتك أهم حاجة في الدنيا، ان انت تهتمي بنفسك، ان انت لما هتهتمي باتنين غير لما هتهتمي باربعة، الدخل بتاعك لما هيدخل ويتقسم على اسرة من اب وام وطفلين غير لما هيدخل يتقسم على اب وام واربع خمس اطفال، ان انت توديهم ان هم يتعلموا افضل ويخشوا جامعة ويكونوا شيء جميل قوي في المستقبل، ده هيكون افضل ليك ولاولادك. ازاي ممكن تثقفيهم، ازاي ممكن تعتني بيهم، ازاي ممكن يكونوا شيء هادف للمجتمع، كل الحاجات دي هي الرائدة بتنزل تتكلم فيها فيما يخص الزيادة السكانية. طيب ازاي؟ وطبعا عندنا حاجات كتير قوي بقى قصص واقعية، يعني احنا بيبقى عندنا قصص واقعية، فهي لما بتنزل تتكلم في الجزئية دي وبتبقى مستهدفاها، هي حتى يعني كتير قوي بتقول انا كنت بنزل واوعي الناس، لان احنا طبعا لما بنستهدف الرائدات وبنخليها تنزل تقدم الرسائل بتاعتها
وترجع نتعامل معها مرة تانية، او ننزل احنا بقى بنفسنا الاماكن دي عشان نوثق الشغل اللي احنا عملناه، فبنسألهم انتوا ايه رأيكم. فبتقول انا كنت مثلا من ضمن الحاجات اللي بتكلم فيها الزيادة، فواحدة مثلا كانت تقول لي لا ده انا عندي ولد او عندي ولدين فانا نفسي اجيب بنت، انا لازم اجيب تاني انا كذا. لما بتتكلم معاها وبتقنعها وبتقول لها سواء جبتي ولدين او جبتي ولد وبنت او جبتي بنتين، وتبدأ تكلمها، هي بترجع بعد كده تقول لا هو انا ازاي ما كنتش فاهمة، هو انا ازاي كان الحاجات دي هي اللي في بالي، وان انا مثلا بعمل زي جدتي او زي امي وما كانش عندي الوعي دوت. فمن هنا احنا بنبدأ ناخدهم، وبتروح المكان بتاع تنظيم الأسرة بياخدوا ندوات، بياخدوا زي رسائل بسيطة كده، زي ان هي تشوف معاها مين الـ يعني عايزة اقول لحضرتك زي حاجة عملية على ارض الواقع. لو انا بدي مثال النهاردة ما بين واحدة هي معاها طفلين وواحدة معاها اربع اطفال، الدنيا هنا ماشية ازاي وماشية ازاي، عشان احاول اعمل عملية اقناع أكيد. ان لأ ان هو اتنين كفاية. طيب انا هستأذنك ان احنا يعني نروح للدكتورة رانيا يحيى على التليفون، عضو المجلس القومي للمرأة، ونرجع مرة تانية لحضرتك. دكتورة رانيا اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، قولي لي رؤيتك ايه لعمل الرائدات الريفيات، وايه الخطوات المطلوبة لدعمهم في التوعية المجتمعية؟ بالنسبة للرائدات الريفيات، المجلس الحقيقة بيشتغل معاهم من سنوات طويلة، وهم عمل يعني راقي ومحترم، وبيقدروا ان هم يوصلوا الرسائل بتاعة المجلس القومي للمرأة بصورة اكثر جدية واكثر يعني توافقا مع الثقافات المختلفة في محافظات مصر. وده الحقيقة بيخلينا ان احنا نبقى في حالة من الطمأنينة والهدوء، ان الرسائل يعني مع مختلف الثقافات ومع مختلف يعني الأوضاع البيئية والاقتصادية المختلفة ما بين الشرائح الطبقية داخل المجتمع المصري، بيقدروا الرائدات الريفيات ان هم يوصلوا هذه الرسائل. طبعا بيتعمل لهم تدريبات في المجلس القومي للمرأة، بياخدوا دورات يعني مكثفة، بيقدروا ان هم يتعاملوا مع هذه الرسائل ازاي ويوصلوها ازاي. لكن حضرتك عارفه ما بيبقوا الرائدات دول خارجين من نفس البيئه، لان طبعا كل محافظه عندنا عدد من الرائدات الريفيات من نفس هذه المحافظه، صح. وبالتالي بيكونوا يعني اكثر قدره على التواصل على الارض مع هذه البيئه. الناس بيكونوا عارفينهم او السيدات بيكونوا عارفينهم بالاسم، فبالتالي بيبقى عمليه التواصل بتكون اسهل، غير اما احنا كاعضاء للمجلس ممكن ان احنا ننزل نوصل نفس الرسائل، بتكون يعني ما عندناش نفس القدره على توصيل هذه الرسائل بنفس الاسلوب البسيط التلقائي اللي يعني خارج من نفس البيئه ونفس الثقافه. بالاضافه ان الدكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراه عملت مبادره اسمها معا لخدمه الوطن، واحنا بنعتبر يعني هذه المبادره هي استكمال لدور الرائدات الريفيات، باعتبار ان يعني ان كانوا دول الاذرع الحقيقيه للمجلس المنتشره على الارض، كمان عندنا معا لخدمه الوطن اللي هي بتتكون من الراهبات والخادمات في الكنائس المصريه الثلاث، بالاضافه للوعظات من الاوقاف. وايضا بيتم تدريبهم وتاهيلهم بشكل يعني احترافي علشان خاطر ياخدوا كمان هذه الرسائل ويقدروا ان هم ينزلوا بيها على الارض، باعتبارهم كمان عندهم قدره على التواصل مع الناس. وطبعا حضرتك عارفه الشعب المصري عنده دايما يعني الفطره المبنيه على الدين، وان كمان بعض العادات والتقاليد للاسف اللي بتنسب للدين بشكل خاطئ زي ختان الاناث، وبالتالي بيكون او الزواج المبكر كمان، يعني في بعض الناس بتبقى شايفه ان هو ده لعفة البنت ويعني اقامه اسره، وطبعا كل دي للاسف هي موروثات وعادات طبعا خاطئه، وبالتالي بيكون كمان يعني اما بيكون اصحاب الفقه او الدين هم اللي بيكلموا ويوصلوا هذه الرسائل، فبتكون كمان يعني تصحيح للاوضاع المغلوطه او للافكار اللي فيها مغالطات والناس للاسف بتبني عليها كتير.
وبالتالي بيقدروا ان هم يعني كمان حقيقه بيبقوا يعني يد عون ومسانده حقيقيه للمجلس من خلال يعني هذا التاهيل وهذا التدريب وتوصيل المعلومات الدينيه الصحيحه ويعني الحد من كافه الظواهر السلبيه اللي يعني بتعيق المراه وتعيق الفتاه وتعرض الفتيات والبنات والستات لاشكال عنف مختلفه. طب شايفة ازاي دكتورة رانيا اهتمام الرئيس السيسي بملف الرائدات الريفيات؟ طبعا يعني الحقيقة سيادة الرئيس مهتم بكل خلينا نقول بالمرأة وبالفتاة بشكل عام، وطبعا أنا يعني من خلال برنامج حضرتك أنا بتوجه بكل الشكر والتقدير والاعتزاز لشخص السيد الرئيس على إقامة أولا احتفالية الأمس اللي كانت يعني أسعدتنا بشكل كبير جدا وإحنا بننتظرها الحقيقة من السنة للسنة، وبيكون لقاء أكثر من رائع ويعني بيحف الحالة من الحميمية والألفة والبهجة والبساطة والتلقائية من سيادة الرئيس، والكلام اللي طالع من القلب وبيوصل للقلب بمنتهى السهولة ومنتهى السرعة. الحقيقة فيه اهتمام بشكل كبير جدا، ويعني تلميح سيادة الرئيس امبارح لأكثر من موضوع والإشارة بشكل صريح لأكثر من موضوع آخر زي الزواج المبكر وتوجيه يعني استصدار مشروع قانون للزواج الحد من الزواج المبكر والعمل على تدريب الغارمات وتغيير الثقافة المجتمعية الخاطئة في تجهيز البنات والعلاقة ما بين الزوج والزوجة وكيفية تنشئة الأبناء على علاقة سليمة صح. وعلاقة سوية. الحقيقة كان العديد والعديد من الإشارات اللي كانت مهمة جدا بالنسبة لنا إحنا كمجتمع، مش هقول بالنسبة للمجلس القومي للمرأة طبعا، ولكن يعني الحقيقة سيادة الرئيس دائما ما يثبت أنه أب يعني مسؤول ومحتوي ومتخوف على هذه الرعاية. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، شكرا ليكي. هرجع مرة تانية أستاذة نانسي أسعد، أهلا بيكي مرة تانية. وإيه اللي بتقوم به رائدات الريفيات في مواجهة عادات حضرتك. وتقاليد غلاء المهور، جهاز العرائس، الزواج المبكر، زي ما أشار الرئيس لكل هذه المواضيع بالأمس؟ هو الوعي. بصي، هو أنا هقول لحضرتك على حاجة، إحنا عندنا الرائدات الريفيات هي أكتر ناس تقدر تتواصل مع البيئة المحيطة بيها أو الناس اللي في البيئة اللي هي محيطة بيها. إحنا بنقدم لهم مجموعة من الرسائل، هم بيبقى عندهم فكر حلو جدا، يعني حقيقي الرائدات الاجتماعيات أو الرائدات الريفيات، لأن إحنا مثلا عندنا في القاهرة واسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية المناطق دي بنقول عليهم رائدات اجتماعيات، لكن لما بناخد الخط القروي قوي بنقول عليهم الرائدات الريفيات، وهما الاثنين حاجة واحدة ومنظومة واحدة. هما احنا بنحاول ان احنا بنستهدفهم وبنقول لهم وبنعرفهم ايه الرسائل اللي ممكن هما يوصلوها للمستفيدات اللي موجودين في البيئة عندهم، ويبدأوا هما يغيروا في الاتجاهات بتاعت الناس، وبيكون لهم هما التأثير الأكبر. يعني احنا مثلا لما بننزل ونحاول نوثق حاجة زي دي ونتكلم مع الناس، احنا بنلاقي ان الرائدة لو اخدت المعلومة منا احنا علشان هي توصلها، هي بتوصلها بصورة مبسطة وبنفس الاسلوب والطريقة اللي هي عارفة المجتمع اللي هي عايشة فيه هيستقبلها منها ازاي. فهي بتوصل ده كويس قوي للناس، وبتحاول توضح لهم ايه الامور، خاصة ان هي بتبقى متواجبة مع كل التغيرات اللي بتحصل والمجتمع محتاج ايه والظروف بتاعت المعيشة ازاي وايه اهمية التعليم للفتاة وازاي ان انا ما اجوزهاش قبل سن مثلا 18 سنة او المفروض بيكون اكتر من كده. بالنسبة لختان الاناث دي برضو من الحاجات الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، وبتنزل معنا قصص واقعية كتير وحاجات على ارض الواقع كتير جدا اتغيرت من خلال الرسائل اللي احنا بنقول لهم وصلوها للمجتمع اللي انتوا عايشين فيه. هل تم قياس رد الفعل في القرى اللي بيتم فيها عقد جلسات التوعية للمواطنين من خلال الرائدات الريفيات يا أستاذة نانسي؟ تم فعليا. احنا فعلا نزلنا علشان خاطر نوثق الحاجات ديت، واحنا التربية الأسرية الإيجابية
بكل مشتملاتها، بان احنا كمان كنا مستهدفين جزئية اللي هي مبادرة الألف يوم، وهي من اول الطفل لما بيبقى جنين في بطن امه لغاية ما بيتولد او لغاية لما بيتفطم في سن السنتين اللي هما الرضاعة. نزلنا وقابلنا السيدات اللي اخدوا التدريب دوت من الرائدات وبدأنا نسألهم ايه اللي حصل او انتوا اتغيرتوا ازاي. فكتير قوي كان يقولوا احنا كنا بنعامل ابنائنا بطريقة معنفة جدا، ما كناش بنسمحهم، ما كناش بنحضنهم. يعني احنا كان في حالة عندنا وقفت قالت لنا انا كنت اكاد اكون هفقد ابني لان انا ما كنتش بعرف يعني ايه احضن ابني، يعني ايه اطبطب عليه، ده انا ما كنتش بعرفه. لما حضرت الندوات بتاعة التربية الاسرية الايجابية وعرفت ازاي انا احضن ابني وازاي اطبطب عليه الدنيا فرقت معايا في البيت. كان من ضمن القصص الواقعية ودي احنا يعني وثقناها ما بين الام والبنت، ان البنت كانت بتقول انا صاحبتي في المدرسة اقرب ليا من مامتي ومش بعرف اتعامل معاها. فلما الام سمعت الكلام دوت ما بقتش هي عارفة تتصرف ازاي. لما اتعاملت مع الرائدة وقالت لها انت المفروض تتعاملي مع بنتك باسس واساليب وان انت تصاحبيها وان انت كل يوم تحاولي ان انت تقعدي معاها، قولي لها انت عملتي ايه النهارده، ما تعنفيهاش، حتى لو حسيتي ان هي اخطات اتعاملي معاها بصوره كويسه، طبطبي عليها، هي هتيجي هتحكي لك على كل حاجه. لازم توفري وقت لاولادك تقعدي معاهم وتتكلمي معاهم وتشوفي ايه متطلباتهم. لازم تحطيهم معاكي على ارض الواقع وتعرفيهم انت امكانياتكم كاسره ايه، الطلبات اللي ممكن يطلبوها ايه، طب احنا هنحط اولويات لمتطلباتنا، هنجيب ده النهارده، هنأجل ده لقدام شويه. كل الحاجات دي كلها احنا نزلنا فعليا وقابلنا الناس بعد ما كنا حاطين خطط للرائدات، انت هتستهدفي الناس ازاي، هتعملي معاهم كام ندوه، هتقعدي تكلميهم، هتشوفي ايه مشاكلهم، هتقولي لنا ايه الايجابيات ايه السلبيات. قالت انا خلاص خلصت. لما قالت انا خلاص خلصت بدانا احنا كفريق عمل بوزاره التضامن ننزل للناس ديت في اسكندريه، في الجيزه، في الشرقيه، يعني في المناطق اللي احنا استهدفنا فيها الرائدات، وبدانا نقابل الاسر دي وقلنا لهم انتوا فعلا استفدتوا من اساليب التربيه الاسريه. قالوا احنا كنا مغيبين، ممتاز، احنا ممتاز، كنا محتاجين ده من زمان قوي، كان هيفرق كان هيفرق معانا ومع ابنائنا. فلما عملنا ده احنا في حاجه دلوقتي بنستهدف فيها الرائدات اللي احنا دربناهم ونزلوا للاسر دي، بنديهم تدريب متقدم اكتر ان هم بقى مش يستهدفوا اسر تكافل وكرامه او الاسر اللي موجوده حواليهم، لا دول تمام. هيستهدفوا باقي الرائدات اللي موجودين في المحافظه عشان يوصلوا لهم الرسائل ده، علشان يبقى في توسع افقي لان كل الرسائل بتاعتنا هايل توصل لكل الاسر ان شاء الله الناس اللي موجوده في المحافظه. شكرا لحضرتك استاذه نانسي اسعد، مدير اداره المشروعات بالاداره العامه للمراه بوزاره التضامن الاجتماعي. شكرا لحضرتك، شرفتينا النهارده في المواجهه. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا الثانيه وتاريخ جماعه الاخوان الاسود مع اغتيالات كل من يتصدى لجرائمهم ضد الوطن. استنونا.